بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وطمنوني عليكم، اخباركم ايه مع الدايت؟ ياريت تكتبولي وتعرفوني عاملين ايه، ولو في عندكم اي مشكلة او اي استفسار اكتبوها لي في الكومنتات او في التعليقات، وانا هرد عليها ان شاء الله، سواء كان برد سريع او اعمل لكم فيديو مخصوص بكل المعلومات الخاصة بالسؤال اللي انتوا حابين تستفسروا عنه. انا عاوز اقول لكم على شوية نصايح علشان توقف الشعور بالجوع اثناء الرجيم. اول حاجة، كلي ببطء شديد جدا. عارفة ليه؟ علشان المعدة بتحتاج لعشرين دقيقة علشان ترسل رسالة للدماغ معناها ان هي اصبحت مليانة. علشان كده انت محتاجة تاكلي بشكل بطيء جدا علشان تحسي بالشبع وتتغلبي على مشكلة الجوع. تاني حاجة، كتري من شرب المية، لان احيانا بيختلط الشعور بالعطش مع الشعور بالجوع، فبتحسي بالجوع لكن في الحقيقة انت بتكوني عطشانة، والشعور ده بيكون هو الحاجة للمية. علشان كده 2 لتر مية لتلاتة لتر مية ضروريين جدا علشان يقضوا على هذا الإحساس الكاذب بالجوع. رقم 3 بقى، علشان تشبعي جدا ضيفي البروتين لأكلك. أنا بنصح بإضافة أطباق البروتين لكل وجبة لأنها بتساعد على الشبع لفترة طويلة جدا. أفضل أنواع البروتين هو الأسماك وصدور الفراخ واللحوم الخالية من الدهون والحليب ومشتقاته الخالية من الدسم والبيض. رقم 4، خدي وجبات صغيرة ومتفاوتة، يعني 3 وجبات أساسية ووجبتين خفاف يوميا. هو ده الحل الجذري للقضاء على مشكلة الجوع خلال فترة الدايت. لازم تتأكدي من انك ما بتتخطيش اي وجبة، لان ده بيؤدي لتفاقم الاحساس بالجوع. كمان يفضل ان انت تبتدي بصحن السلطة خلال اكل الوجبات الرئيسية علشان تحسي بزيادة الشبع. كمان لو في طبق شوربة هتبتدي بيه وعليه عصرة ليمون. كمان بالإضافة للسلطة، طبق الخضار والخضروات الخضراء ده مهم جدا مع وجباتك، وخصوصا الوجبة الرئيسية وهي وجبة الغداء. ما تنسوش تكشفوه عن الغدة الدرقية، وده وصيتي لكم دايما. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ياريت تشاركوه لغيركم علشان هو كمان يستفيد. ادعموني بزر اللايك واشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shake it, baby.